السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. محمد بأش تيديو، يرحب بكم من جديد. كنتمنى لكم التوفيق والتيسير والإخوة الكاملين. مسألة اليوم مسألة جزء ثاني، بعد ما درست المرحلة الأولى ديال التقطيع يعني والتجزئ يعني والتصنيع يعني الطبلة ديال مقطورات الشاحنة، يعني بعد ما يعني حيدنا المشكل وجبنا الطبلة كما كتلاحظوا جديدة، طولة جديدة اللي غادي نثبتو فيه يعني البيفو اللي غادي يثبت لنا بين المقطورة وبين الشاحنة. يعني بعد ما ذكرنا سابقا هذا هو الشيء المباشر، نقطعو الدائرة هذه اللي غادي نثبتو فيه ان شاء الله يعني بيفو اللي غيربطنا بين الشاحنة وبين المقطورة، وبعد ما غادي نثبتو غادي نلحموه، ديك الساعة ان شاء الله غنركبو يعني في المقطورة ديال الشاحنة، وغادي تتبعوا معنا ان شاء الله المراحل كيفاش يعني قدرنا نرجعوا البيفو للمكان الاصلي ديالو. وما تنسوناش بالدعم والاشتراك في القناه، وما تنسوش تكليكيو حتى على واحد المربع جديد يعني قلب جديد من اجل دعم القناه ان شاء الله. وما تنسوش مره اخرى التعليقات التشجيعات ديالكم باش نقدروا نوصلكم للجديد ان شاء الله مره اخرى. يعني جميع المراحل اللي غادي ندزنا فيها يعني باش نمونطيو هاد البيفو واللي كيربط بين المقطورة وبين الشاحنة غتلاحظوها يعني بعد مشقة كبيرة. يعني بعد ما جبنا يعني جبنا في العيور فيها تقريبا 6 متر، قطعنا اجزاء باش يعني نثبتوها في الساسي ديال المقطوره باش تثبت لينا ان شاء الله يعني الطبله اللي غيركب فيها يعني البيفو. كما تلاحظوا دابا في الصوره بعد ما قطعناه غادي نلحموه ان شاء الله في الساسي، كما كتلاحظوا الساسي ديال الشاحنه ديال المقطوره. ومني غنثبتوهم
يعني كذراع يعني اللي غادي يكلونا على حساب يعني الطبلة ديال البيفو. من بعد ملي كنلحمهم ان شاء الله غنجي مرحلة اخرى اللي غادي نتكلموا عليها. يعني هذه هي الطبلة ديالها، يعني الطبلة اللي غادي اللي فيها البيفو كما كتلاحظوا. غنثبتوها في البلاصة هذه ديال الفلاير وغنلحموها ان شاء الله كما كتلاحظوا في الصورة. بعد ما ثبتناها من الاسفل غنثبتوها يعني الذراع ديال الفلايور ديال يعني الطبله ديال بوفي، يعني باش تشد البلاصه ديالها وتشد المكانه ديالها. ومن هنا يعني كتبدا العمليه كتكون قريبه كما كتلاحظوا. الاخ يعني قام بالتلحيم ديالها وهبطنا عاوتاني للاسفل كنلحموا عاوتاني الطبله مع الساسي ديال المقطوره. هذه مرحلة ما قبل النهاية اللي خدينا فيها يعني الطولة اللي غادي نغطو بها البلاصة اللي فين فتحنا يعني فتحنا فيها يعني الطبلة ديال البيفو. يعني غنلحموها يعني بعد ما خديناها بالكلاك وردينا بلاصتها وغادي نلحموها في بلاصتها ونرجعو المياه يعني نرجعو كما كانت في الأول إن شاء الله. بعد شوية يعني غادي نحيدو الكلاك وغادي نحاول يعني نثبتوها ونلحموها مع الساسي ديال المقطورة إن شاء الله. واخيرا كيبدا بوفي يعني غادي نحطو في المكان ديالو
يعني هذا هو اللي غيربطنا بين الشاحنة وبين المقطورة، يعني في الجران ديالها. العملية غتكون إن شاء الله بهذا الأسلوب. هذا هو ده هو يعني أساسي والمحور ديال المقطورة علاقة الله أكبر. ومن هنا كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.